دلوقتي يا أصحابي هناخد درس التنوين بالفتح. التنوين بالفتح برضو هنشرحه، نقول هو عبارة عن إيه؟ نون ساكنة آخر الكلمة تنطق ولا تكتب، نون ساكنة آخر الكلمة تنطق ولا تكتب، وبيتم ضبط الكلمة بوضع فتحتين على آخر الحرف، على الحرف الأخير. طيب هنا هو عندنا في كل الكلمات اللي فيها ممكن نكتبها تنوين بالفتح بنحط التنوين على الحرف الأخير، فيما عدا الكلمات اللي آخرها همزة والكلمات اللي آخرها تاء مربوطة مش بنضيف ألف آخر الكلمة، لكن كل الكلمات بنضيف لها ألف، كل الكلمات بنضيف لها ألف ما عدا الكلمات اللي آخرها همزة على السطر واللي آخرها تاء مربوطة مش بنضيف لها ألف. هنفهم الكلام ده بالأمثلة اللي هنشوفها قدامنا. تعالوا مع بعض نتعرف على أمثلة كتير موجودة معانا في الدرس ونتعرف على التنوين بالفتح إزاي. في النشاط ده يا أصحابي ارسم دائرة حول الشكل الصحيح للتنوين بالفتح. طبعا احنا عندنا التنوين بالفتح احنا قلنا بيبقى على الحرف الأخير للكلمة، وبنضيف ألف لكل الكلمات التي تضبط بالتنوين بالفتح فيما عدا الكلمات التي تنتهي بهمزة على السطر وتاء مربوطة. نعمل دايرة على الحروف شكل التنوين بالفتح. طبعا احنا عندنا هنا هو ثلاث اشكال للتنوين بالفتح. في النشاط ده يا اصحابي بيقول ارسم دائرة حول الكلمات التي بها تنوين بالفتح. ارسم دائرة حول الكلمات التي بها تنوين بالفتح. طيب برجن، برجن، في شايفين الكلمة برجن، برجن، ماءً، ماءً، كتكوتًا، زهرةً، غزالًا. طبعا برج دي طبعا مش ممكن ابدا تكون ده شكل التنوين اللي بالفتح. احنا قلنا ان التنوين اللي بالفتح بنضيف الف لاي كلمة بتضبط بالتنوين بالفتح فيما عدا الكلمات اللي اخرها همزة على السطر واللي اخرها تاء مربوطة. ادي كلمة كتكوت، لما جينا نضبط التنوين بالفتح ضفنا الف لاصل الكلمة وبعد كده يتم ضبط التنوين على الحرف الذي يسبق الالف. زهرة حطينا التنوين على التاء المربوطة. غزالا هنا التنوين على الحرف اللي قبل الألف اللي هو حرف اللام، وبنضيف ألف زيادة ليه؟ لأن الكلمة غزال دي طبعا مش آخرها همزة على السطر ولا آخرها تاء مربوطة، عشان كده ضفنا لها ألف. في النشاط ده يا أصحابي بيقول صوب العبارات التالية. صوب العبارات التالية، طبعا في بعض الكلمات الخطأ فهو بيقول لي إيه؟ صوبها يعني صححها. رأيت ولدا مطيعا، رأيت ولدا مطيعا. طبعا رأيت ولدا مطيعا، احنا اتفقنا ان ولدا دي اخرها دال، يبقى لازم اضيف الف وبعد كده اعمل التنوين على حرف الدال. مطيعا طبعا لازم برضو اضيف الف، فهنا الكلمة ولدا خطأ وكلمة مطيعا
خطأ، فأجي أكتب الكلمة صحيحة، الجملة رأيت ولدا مطيعا. طب نشوف الجملة اللي بعدها، شاهدت حديقة كبيرة. احنا طبعا فاكرين قلنا ايه اللي آخرها تاء مربوطة، مش بنزود ألف إلى أصل الكلمة، مش بنضيف ألف، يبقى هنا هحذف الألف اللي موجودة عندي زيادة. ليه؟ لأن كلمة حديقة دي آخرها تاء مربوطة، وكبيرة آخرها تاء مربوطة. نكتب الجملة صحيحة، شاهدت حديقة كبيرة. برافو عليكم. الجملة اللي بعدها، أريد ماء مثلجا. أريد ماء مثلجا، كلمة ماء آخرها همزة على السطر، فما ينفعش أضيف لها إيه؟ ألف. طيب مثلجا، طبعا الألف ما ينفعش تبقى منفصلة، لازم تبقى متصلة بالحرف الذي يسبقها إذا كان حرف من الحروف الحلوة زي ما احنا متفقين. لكن لو كان حرف من الحروف الشقية، الألف الدال ذال ر زين واو، طبعا هيبقى واقف منفصل لوحده. لكن هنا الجيم عندنا قدامنا في كلمة مثلجا، ده حرف من الحروف الحلوة، يبقى لازم يمد ايده ويمسك في الألف علشان نقدر نضبط التنوين بالفتح. يبقى لما نيجي نكتب الجملة بعد كده، أريد ماء مثلجا، هنحذف الألف في كلمة ماء، والجيم تتصل بحرف الألف الذي يليها في كلمة مثلجا، أريد ماء مثلجا. في النشاط ده يا أصحابي بيقول نون الكلمات التالية بالفتح، نون الكلمات التالية بالفتح، سماء طبعا دي آخرها همزة على السطر، فلما أجي أضبط التنوين أكتبها سماء، مش هضيف أي ألف، دي آخرها همزة على السطر. حبل، لا دي هضيف هم ألف عشان دي آخرها لام، يبقى أكتبها إزاي؟ حبلا. طب نبأ، نبأ دي آخرها ألف عليها همزة، أكتبها إزاي؟ مش هضيف طبعا ألف، نبأ نبأ. عندي كلمة قمر، دي طبعا لازم أضيف لها ألف، قمرا. مدرسة آخرها تاء مربوطة، فاكرين قلنا مش هنضيف ألف، يبقى نحط التنوين على التاء المربوطة، مدرسة. وردة نفس الكلام، هنكتب الكلمة وردة وردة. في النشاط ده يا أصحابي بيقول رتب الكلمات لتكون جملا مفيدة، رتب الكلمات لتكون جملا مفيدة. أول جملة، أشرب منعشا أنا عصيرا. ينفع أقول أكتب الجملة أقول إيه؟ أنا أشرب عصيرا منعشا، أنا أشرب عصيرا منعشا. الجملة اللي بعدها، ألحانا الطيور رائعة تغني. ألحانا الطيور رائعة تغني، لما أجي أكتب الجملة الطيور تغني ألحانا رائعة. وبكده يا أصحابي نكون خلصنا درس التنوين بالفتح. باي باي، وأشوفكم الحصة الجاية إن شاء الله في درس جديد. يا رب نكون استفدنا في درس التنوين بالفتح. باي باي يا أصحابي.